مشاركين في نفس الوقت لانه احنا مغنيات، احنا ماشي فنانين. يلا غندخلوا المجال حتى لا خسرنا ما خسروش حاجه كثير. هو الخطوه صعيبه لانه ممكن تخسر ناس كيبغيو قبل. غنقول لكم كاين واحد مشروع مع بوشنا ايجوك ان شاء الله مع المخرجه ممكن يتحقق. كان احنا في مرحله ديال التفكير وديال شوفوا السيناريو كيفاش يكون باش يكون ناجح وما نخسروش الناس اللي كيبغيونا. شكرا.